باقي من الشباب. وقف صف بس وقف صف. ان شاء الله ان شاء الله خير. فهد يرجع باذن الله. نتامل الخير. يرجع. يرجع يرجع. استهدي بالله والامور سهاله باذن الله. نوتك منقص شوف شو بينه تكفى. واحد يشوف من باقي من الشباب. انقص هيثم سريع هيثم سريع. اكبر من الجرم. اي العقاب اكبر من الجرم. من الجرم. ترى ما سوى شيء بس مشى منك. تروح تطلع تخسره والدنيا كلها. اعتقد انها لو جت مساواة 1000. لو خصم عليها 1000 2000 مقبولة. مقبولة 1000 2000 بس اوت. فهد 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 كان لنا كلنا احنا كزملاء كان لنا اب واخ وزميل صح. ما يعني صراحه وجوده معنا في البث يلا يحيي احمد وين محسن وين بقيه نعم ها فخروج بهالطريقه هذه كلنا ما نرضى ولكن نعتذر عن تصرف اللي بدر من فهد ممتاز واللي بدر من الشباب اللي كانوا هنا ضيق خصوص بروفايل خلينا الشباب جو يكملون ونتكلم محمد منصور بيجي وبيجي محسن ونتكلم كلنا بسرعه بسرعه يا ابراهيم مين باقي يا ابراهيم مين باقي جوا؟ محسن وعبد الله عجل عجل يا محسن مين باقي؟ يلا يا محسن وين العيال؟ بدر تعال يا بدر تعال يا يحيى ابراهيم سرعة انا ارى يا محمد ان الشباب هذول يكفون يوفون كلنا سوا بس اللي تاخر هناك الباقي الصوت يوصل ان شاء الله الصوت يوصل الصوت يوصل فيكم خير وبركة كلكم مين باقي؟ باقي عبد الله ومراد ومحمد انا هنا طيب موجودين في مخيم بركه الموجودين في مخيم بركه الكلام ده موجه للمشاهدين وموجه للاداره نعم احنا نعرف انه حصل مننا ممكن خطا زين نعتذر عنه جميعا سواء مشكله فهد او مشكلتنا انا وكلامنا انا ومحمد منصور معترفين بخطانا نوعا ما اكون معكم صريح ونشكر هاني اعتذاره ومقرين فيه نعتذر اما بالنسبه لفهد جميعنا نطالب برجعة فهد نعم. فهد دخلنا نعم. وفهد نحتاج بالبرنامج نعم. نعترض وجوده وجوده قوة لنا نعترض على قضية فهد يعني صحيح انه بدر منه فعل مو مرغوب لكن فهد سوى الشيء ذا في لشيء في نفسه واعتذر كلنا سوينا هالشيء انا اول واحد فيهم رحت ورا فهد عشان نلحق عبد الله عسام زين فمو من المعقول انه تكون العقوبه اكبر من الجرم، احنا نطالب الاداره موقره وانهم يرجعون فهد وان شاء الله احنا ما منهم فيهم خير وسلامتكم. وفي نقطه شباب بس في نقطه معلش بس في نقطه بس في نقطه معلش يا شباب احنا كلنا مقصرين، احنا بشر نخطئ، هذه لازم اتمنى فعلا من الاداره ومن المشاهدين وكل احد يتبناها، احنا بشر لنا مشاعر الواحد يصيب ويخطئ، واتوقع كلنا معترفين ومقررين بخطانا. الخطأ اللي سويناه كلنا كمجموعة مع بعض فهد الحركان فعلا نتمنى عودته الشيء اللي سواه مش مقابل العقوبة اللي أخذها مي مشكلة ينخصم 1000 1500 2000 بس ما يخرج من البرنامج يبقى موجود ولو حنا بنفسنا يخصمون منا أنا أتكلم عن نفسي واللي ما عندي مشكلة والله عادي أنا عني كلنا يد والله أنا أتكلم والله ما عندي مشكلة كل لكن أهم شيء اللي أنا أشوفه ان فهد يرجع ان نعترف انه احنا اليوم اخطانا كلنا طيب وين ما رجع فهد لا يرجع وين ما رجع لا يرجع حرام ما اجري حرام حرمه اجري اسمع صار علي في راي بقول بالنسبه لاخونا ناصر صوت بالنسبه لاخونا ناصر اللي طلع وحده الصوت اخونا ناصر بعد لحق له اسبوع وهو يطالب الاداره بانه يطلع يتعالج ولا فيه اي رد من الاداره تجاه ناصر ممتاز خروجه بالشنطه ومشى مع فهد ما ادري هو وش مصيره الان بعد نطالب ان الاداره تعالج اخونا ناصر ناصر له اسبوع تعبان له اسبوع تعبان له اسبوع جالس في السرير يقح وتعبان ولا في اي جواب من ناحيه الاداره تجاهه ونعتذر للاداره عما بدر من زملاء محمد والمشاهدين كلنا نعتذر اذا لفظنا ممكن بالخطا بكلمه وان شاء الله ان القادم اجمل وصدقوني بان الخطا اللي خطاناه بالكل بيكون في الموقف كلنا بنتكلم تجاه ما بدر من كلنا بنتكلم تفضل يا مستر اول شيء الظلم كلكم ما ترضونه هذه احنا خاصين منها ثاني شيء الله سبحانه وتعالى ما يرضى ثاني شيء ادارتنا ما قصرت انا اتكلم عن نفسي من اول ما دخلت الى حد الان والله ما خلوا علينا قاصر بيض الله وجيهكم الاداره الكريمه من الساد سامي لاصغر طاقم من الاداره حلو الشغله الثانيه ان كان فهد طلع عشان يعني دز واحد من الاعداد ولا شيء انا بنفسي دزيت واحد من الاعداد
انا بنفسي دزيت واحد رداد وضربت الباب ركبتي. خليني بتكلم يا ابو منصور، خليني بتكلم. اسلم صل على النبي، صل على النبي. قول لا اله الا الله. بالنسبه لي انا فهد الحركه اذا ما رجع فانا اعتذر من ما انا مو متخيل اني اقعد برنامج فهد. بيض الله وجهك. للامانه كلنا اعتذر من الاداره الكريمه وتحمل، اسمع، وتحمل كل العواقب اللي الاداره بتتخذها واجراءات معاي انا اتحملها. فهد الحركه اذا ما رجع انا راح اشيل شنطتي وامشي. قبلك شوي هذا الكلام اللي عندي. عطنا يا راي، عطنا علمك. لو طالع فهد من ابراهيم نقول ما عليه، صحيح احنا بنحزن وهذا، لكن يطلع مثل كذا ظلم. طيب اخصم عليه مليون، اخصم عليه مليون. لكن انت تطلع كلامك عين العقل. اسمع ذيب، كل واحد ياخذ حقه. ذيب اسمع ذيب، اسمع ذيب. اسلم يا ذيب، تركي عطني تركي. اول شيء كلكم عارفين فهد وشخصيه فهد وطيبه قلب فهد. التصرف اللي صار اليوم ممكن كان يعني للمشاعر الزايده، كلنا نقدر عبد الله وكنا واقفين معه ونتمنى انه يشوف اهله. ممكن الشوق الزايد لفهد لاهله يعني ساهم في انه يوقف مع عبد الله. في النهايه اليوم من اخطا اخذ عقابه، الاداره قررت استبعاد فهد، لكن كلنا ان شاء الله بوقفتنا الجميع نطالب بعودة فهد بإذن الله، بإذن ورجعة فهد. الخطأ سلطة. يشمل الجميع. الخطأ يشمل الجميع، يشمل الجميع. حنا يا أخويا خلص كلام، خلص كلام. حنا يا أخويا خلص كلام. حنا يا أخويا فهد، حنا يا أخويا سائر. خلينا نكمل كلنا سائر. كلنا مذنبين، نتمنى الخصم على الجميع. في النهاية ويعني في النهاية وقفتنا مع فهد، واعتقد الإدارة قاعدة تشوف الشغل اللي راح بشهادة المقدمين خلال الفترة الأولى وبشهادة أبو كاتم نفسه. الأخطاء اللي صارت اليوم من الطبيعي أنها تصير، وكل من أخطأ أخذ عقابة. احنا راضين بالعقاب، ولكن نطلب من الإدارة وهم إن شاء الله يرجعون فهد. عبد الله العساف ضايق صدره على طلعة فهد. ما ننسى ناصر كان تعبان الفترة اللي راحت، أخذ علاجات لكن الحالة تطورت عليه، وإن شاء الله إنه ما يشوف شر ويرجع معنا للبرنامج الفترة الجاية. التحدي لنا أنه هذه التصرفات ما تتكرر مرة ثانية، تحترم جميع الفقرات. في حال جد زواره مرة ثانية، أنت شخص دخلت البرنامج مقر وعارف وبالغ وعاقل أنه في حال ما جاوبت على الأسئلة ما تشوف أهلك. متسابقين قبل كانوا بيعاملونهم بالأسوأ معنا. اللي ما يبغى أهله يجون يروح للإدارة ويقول ميدهم لو سمحتوا والله أهلي بعيدين، لا تخلون أهلي يجون يتعنون ويمكن ما أجاوب على يروح للإدارة ويبلغهم والله أنا ما أبغى أهلي يتعنون ويجون. نرجع ونقول فهد الحركان كلنا يعني نعرف أداءه ونعرف طيبة قلبه. هذا التصرف متأكد مليون في المئة أن فهد يعني اعتذر وقدم اعتذاره، ممكن يعني رفض أنه يتكلم مع أبو كاتم إما لحاجة في نفسه أو أنه يعني كان متضايق من هذا الموقف. كلنا متضايقين، كلنا أخطأنا، الخطأ يشمل للجميع. نعتذر الإدارة، المشاهدين، هذا الأمر إن شاء الله ما راح يتكرر. نهايتكم إن شاء الله باحترام جميع الفقرات وتقديم كلامك. كلامك هنا صواب، إضافة بسيطة ايضا يا جماعه، كلكم ايضا بعضكم يقل ادب على ممكن ممكن ما قلنا لا ما قلنا هم لا ما قلنا لا حد يقول احنا غلطانين. السلام عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لكل فرد يتكلم لازم اقول، لازم اقول، ارجوكم لازم اقول، بتقول لازم اقول. ما حد يقلن ادب، ما قلنا ادبنا مع احد، ما قلنا ادبنا مع احد. اسمع، اولا أولاً أعتذر سائر النهار يوم قلت له هنا ذا، لأني كنت خارج عن طوري مرة. أنا عذر لكل فعل ردة فعل. صح. ثانياً دخولنا على بروفايلك كان من ردة فعل برضو ما حد يلومنا عليها. ما خوينا مثل ما قلنا الكلام هذا، خوينا كيت 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 وجاي شارك يطلع كذا بردا برد ما نبيها. أو ثالثاً اعتذار أستاذ هاني مقبول، مقبول 100%. وعلى عيننا ورأسنا هاني اللي عنده كل الاختيارين، إدارة بوكاتم كلهم على عيننا ورأسنا. لكن خوينا نبغاه يرجع إن شاء الله، نبغاه يرجع، نبغاه يرجع. وحنا ما قلنا أدبنا على أحد، وإذا كان في أحد غلطان بيأخذ جزاءه، لكن إحنا مش قليلين أدب. إحنا نقول مستقبل، مستقبل أنا بتكلم مستقبل إدارة كل الأحداث اللي بتصير
اي اي مقدم نتمنى الجميع احترام صحيح اي مقدم صحيح. ونتمنى عدم التصرف بالشيء اللي سويناه جميل الشيء اللي سويناه هنا محلول ما في شيء اول شيء انا اقدم اعتذار للاداره على الشيء اللي صار من يا سلام ثاني شيء ما على كلامكم زياده او ثالث شيء اخطا مركبكم انتم اخطا ركبان انا من راسي السانسي وانت جميل احنا جميل انا راضي بالعقاب اللي يصير بس مقابل رجعت فهد لنا باذن الله ولا الاداره هاي كلام عارف ايش داري الا نظره الوالد ان شاء الله ممكن خلص صوتك كلكم والله العظيم لا نشوف خالص والله كلمه بسيطه انا اتحمل جميع العقوبات على فهد وارفع عنه مقابل كلنا نسمع بس يا شباب الله يرحم والديكم نسمع بس كلنا بنتكلم فهد نور بنسمع من الكل يا الربع كلنا جينا في المكان ذا يعني كلنا جايين ببرز موهبته زين ما حد فينا ان شاء الله قيل الحياه كلنا من بيت كفو من ساس كفو ما حد يغلط علينا زين انا باسمي انا اتكلم انا عني فهد المالكي ان كان بدر مني خطا فانا اعتذر والشباب كلهم ان شاء الله كلنا بيعتذرون في خطا ما في خطا ابو شوق اعتذر اعتذاره مقبول على العين والراس ابو شوق كبير وفهد الحركان قسم بجلال رب العالمين انه دائما ينام جنبي والله ان الرجل هذا لم يصدر ولم ارى منه من قبل من يوم ما عرفته لين اليوم ما قد شفت منه تصرف غلط ما شاء الله تبارك الله والله العظيم شهادتي في فهد مجروح نتمنى من الاداره ان ترجع بهذه الحركه عطنا يا احمد بنسمع دقيقه بس ممكن يصير اداره الحوار عندي عشان كلنا بنتكلم انوار بيتكلم بدر بيتكلم واحمد بس عشان نسمع من الكل الله يرضى عليك اسمع طيب تفضل انا بس نقطه بسيطه بستضيفها تفضل حصل بيني وبين صفحات الشهري مشاده زين كلكم شفتوها طبيعيه جدا اي والله طبيعيه زين انا يعني انا اقدر صلاحاتهم كثير رجل انا عد كلامك عد حصل بيني وبين صلاحاتهم الشهري مشاده كلاميه طبيعيه طبيعي جدا انا اصلا مع كامل احترامي وتقديري لاستاذ حاتم كنت اناقش الاستاذ هاني العنزي استاذ هاني العنزي كبير مقام واعتذر وهذا من رجولته زين صدقتي. بالنسبه للاستاذ حاتم الشهري ما كان بيني وبين كلام حصل موقف مشادة كلامية وبدأت رجال هو رجال أكيد إن كان يعتبر ذا خطأ فيبشر بالطيب وسلامتكم ولو يرجع الوقت لو يرجع الوقت نسمع نوار تفضل نوار اللي صار شيء طالع هاي رادتنا جميع واللي يضر فهد ضرنا جميع وعبد الله اللي صار معه يعني شيء خارج عن إرادته هو خارج عن إرادته هو إنه رحنا معه كتمنا يا شيخ بعد عيال لا ان كان بيلحق ان كان لحق شيء فهدفه لازم يلحقنا جميع ان كان صار منا غلط ولا شيء احنا نعتذر باسمي انا وباسمكم جميع وان كانوا مخطوا علينا فانا نقبل اعتذارهم جميع وان شاء الله نطلب رجعه فهد وفهد انسان بيض الله انسان ما في قسم بالله ما يلحقنا فيه شك جوهره فهد وان شاء الله انهم بيرجعونه باذن الله وانا نعتذر زي ما قلت انا وبيض الله وجهه على كل حال نسمع بدر بس خلوها عندنا ما احنا شو كنا نتكلم وتسمع اصواتنا فهد عزيز وغالي هذا اول شيء ثاني شيء اللي حصل اليوم حصل وان شاء الله باذن الله اني ارجع اليوم قبل بكره باذن الله وكفو ونعم الرجل اي والله ايش علي الله وانتم ما فيكم قصور كلكم لا نتمنى الرجوع ان شاء الله واللي صار عندي والله بخلي كل واحد يتكلم امشي يا شباب احمد اول شيء الانسان ما هو معصوم الخطا واحنا اعتذرنا بلسان واحد طيب ما عاد بعيد الاعتذار وبدي اعتذر مثل الجاي جديد الاول فهد عزيز وغالي انا اضحي بدرجاتي كلها لعين فهد حتى لو اطلع ابراهيم يدخل فهد او حتى لو اطلع الان ويدخل فهد تكلم انه يستاهل واللي سويناه مع عبد الله العساف هذا من طيب روسنا واجبنا نعم صحيح احنا اخطينا بنسمع منهم كلهم والله عندي ابشر كل حال نسال الله ان الله يوفق ابو راشد بيض الله وان الله يرجع لنا ان شاء الله في القريب يا ابراهيم ابشر والله كل واحد يتكلم ابشر عندي والله حافظكم اول شيء نعتذر عن اللي صار كل اي خطا من صار من عندنا سواء من عند عبد الله او من عند فهد او من هذا اعتذار من الاداره ويقول الرجال اللي اذا اخطا يعتذر يصبح رجل اقوى والموضوع الثاني انا بعتذر لاخوي تركي انا اسف يا بعد بيض الله وجهك بيض الله وجهك حقك علي هذا المثال واعتذر لابو زيده بيض الله وجهك انا اسف
نسمع أمجاد؟ اي ابشر كل الله ما ودي اخسركم عشان موضوع صغير عفوا ما ودي اخسركم اقسم بالله يا تركي وابو زيد عشان موضوع مثل كذا اذا عن الخطا فهد ما اخطا لحاله كلنا مخطئ ونقر بخطانا ونعتذر للاداره ورجوع فهد من قوتنا وكل زيدنا قوة لا لا ما في شيء قوة ما في القوة زيدنا قوة احنا اخطينا نعترف خطانا ما في شيء قوة بس اقول لك احنا نعترف خطانا فهد يزيدنا قوة على الكلام اي ويزيدنا قوة ونتمنى رجوعه اسلم يا هيثم احنا عندي لكن قبل يبدا بروفايلك محصل فهد معتذر من الاعداد نفسه كفو وليس رجال اصيب بيض الله وجهه اعتذر بيض الله وجهه بيض الله وجهه اعتذر للاعداد صح اعتذر للاعداد نعم بيض الله وجهه رغم ان فهد يقول انه ما هو بنا لكن مجرد اني اعتذر حتى لو انه انا اعتذر وفهد هذا دائما طيبه كذا ودائما كلامه عادل طيب شباب الله يسلمكم اسلم يا صقري ابشر فيه انا شايفهم كلهم شايفهم كلهم عندي والله شايف ماجد وشايفك يا بندر وشايف اي اسلم نعتذر على الخطا اللي صار كنا متفقين احنا اعتذر لكن العقاب اللي صار لفهد الحركان اكبر من الخطا نفسه استبعاد هذا ما يدخل العقل تخصم عليه هذا شان اداري يخصمه قد ما تقدرون وفي شغله صارت حزت بخاطري وقلت هل اغلب منكم كان فيه تلفظ ما لها اي داعي ما بذكره على الهواء لكن اتمنى 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 من اي شخص من الاعداد اي حد منهم ابغى تناقش معه في ذا الموضوع نعم حقنا كلنا مشاعر معيوده محمد حقنا كلنا انا ابغى حقي انا شخصي وانا بحقي وكلنا نبي حقنا من الاعداد لان الاعداد غلط علينا صح باذن الله غلط علينا جميعا في واحد من الاعداد قال كلمه مسيئه للجميع صح باذن الله ونخلي الموضوع طال عمرك يعني من النقاش عند عبد الرحمن السويد وبيننا وبين الاعداد باذن الله باذن الله بس دقيقه نسمع من ماجد بعدين بنسمع من بندر بس اقول لا بيض الله وجهكم يا رجال ويعلم الله انكم موافقين وغير ذا ما حد معصوم من الخطا يا سلام وحنا مع اخونا في اي شيء وان شاء الله الاداره تقدر الشيء ذا وترده لنا وبيض الله وجهكم جميع كفيت وفيت بيض الله وجهك الله يسعدك انا اعتذر عن نفسي وعن ابراهيم وتركي الانسان يخطي وهذا شيء طبيعي انه يكون التعصب هذا الشيء الثاني اللي صار في اللي سواه فهد حبيبي والله على راسي اللي سواه فهد الحركان غير انه حبيبنا عبد الله سواها مجرد انسانيه المشاعر اللي طلعت لعبد الله انه اهله جوله هنا واخته وهو من زمان يتمنى دانا ومن زمان يحكي لي عنه اللي سواه فهد لعبد الله هذه انسانيه وثانيا لخوينا عبد الله واحنا واقفين معه واتمنى رجوع فهد الحركان لان الطريقه اللي خرج فيها غير يعني غير منطقيه يعني بالشيء اللي سواه اوكي ويعني لو خصموا عليه كان اهون من الطلوع اللي سواه وباذن الله بيرجع احنا يا شباب ما وقفنا هنا الا والله متاكد باذن الله ان الاداره راح تقدر موقفنا اي احنا وقفنا هنا والاداره كريمه وباذن الله بتقدر الوقفه هذه كلنا اعتذرنا وقرينا بخطانا واعترفنا اخطينا اخطاء منها انه اللي صار في فقره الزواره منها اللي صار على المقدمين باذن الله الاخطاء هذه لن تتكرر وباسمنا كلنا نقدم اعتذار للاداره ونتمنى باذن الله انه تقدر الوقوف هذا وما وقفنا حنا في هذا المكان الا حنا مقدرين خطانا وحنا نستاهل وهم كريمين باذن الله ذيب عنده اختلاف والله هيك بيض الله وجهك وتبارك الله بيض الله وجهك الله يسعدك بيض الله وجهكم بيض الله وجهنا بيض الله وجهنا نختم ونصير هذا هسه نعم الخطا ان شاء الله نصير شاهد معصوم الاداره الاداره الموقره نعرف منهم الطيبه باذن الله اخر الثقه باذن الله باذن الله باذن الله احنا معكم هو بيد الحاله ضايق كلنا ابغى اخلي الموضوع باذن الله حسن دوشي حسن نعم بعد يلا الله يوفقكم جميعا يلا انتشروا في ارض الله الواسع اعوذ برب انتشر في ارض تعال خلنا والله العظيم ما ادري كيف حطيني عليك بعد راسي ادخل زعادك والله العظيم ان اخوان اقسم بالله عايشين مع بعض والله العظيم انك كسبتكم مكسب اللي صار شيء طبيعي وتعصب وشيطان دخل بيننا وحسبي الله ونعم الوكيل الله يسلم عليك كله من الشيطان انا ما اشغل قوي المحازم وهو رياض لهي برجوله لكنها لكن بكل ما نملك بكل ما نملك من 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 باطل لا
قايرني يقول الرجال اصيب فهد مسلم عليه قبل فخر موبايلك ما كيف اصيب؟ وفي كلمات اخطوا علينا بكلمات واضحه الكلمات نقولها اخطا علينا بكلمه ما نرضاها تمام نقولها البث شيء غير طبيعي فهمنا غلط